بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعى الملحدون أن القرآن فيه خطأ علمي جسيم، فقالوا إن الكون في بدايته كان عبارة عن غاز، ولكن القرآن يقول إن الكون كان دخانا، فلماذا لم يستعمل كلمة الغاز مع العلم أنها أدق علميا؟ سبحان الله، هذا القول لم نجد له جوابا حتى جاء العام بعد العام 2000 تقريبا، يعني القرن 21، عندما تمكن علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من التقاط جزيئات مما يسميه العلماء الغبار الكوني، وهي موجودة بغزارة في الكون الخارجي. التقطوا بعضا من هذه الجزيئات وجاءوا بها إلى الأرض وأخضعوها للتحليل بالمجهر الإلكتروني، وكانت مفاجأة. قالوا إنها لا تشبه الغاز، ليست ذرات غاز، يعني ليست غاز خالص مثل غاز الهيدروجين أو الهيليوم أو غير ذلك، ولا تشبه الغبار، مع أنهم يسمونها غبارا كونيا، كوسميك داست. قالوا أفضل وصف لهذه الجزيئات هي كلمة دخان، ويكتبون كلمة سموك أي دخان على موقعهم. سبحان الله، يعني الشيء مذهل أن العلم عندما يتطور يصل إلى نفس الحقيقة التي ذكرها القرآن قبل 14 قرنا. يعني ما هذه الدقة المذهلة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل وصف لنا بدايات خلق الكون في قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، طبعا هذا في البدايات، في بدايات خلق الأرض والسماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحان الله. السؤال أيها الأحبة، حبيبنا عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه تلك المعلومات في عصره، لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ بأن الكون كان في بداياته دخانا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يدعوه للخوض في هذه القضايا الكونية والعلمية، وبخاصة في بدايات الدعوة، وهذه آية مكية نزلت في بدايات الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الجواب المنطقي أن الله تعالى هو الذي أنزل هذه الآية، وهو الذي وصف لنا بدايات خلق الكون بأن الدخان كان مسيطرا على الكون ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وذلك لنكتشف نحن اليوم في القرن 21 هذه الحقيقة العلمية، فتكون دليلا على صدق كلام الله وحجة على كل من ينكر أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.